برحب بيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم عبر الكتاب برحب بيك يا دكتور اشرف اهلا وسهلا بيك بيتر اهلا وسهلا ما زلنا في روح القيامه وبنحتفل باعياد القيامه وبنكمل النهارده تاني حلقتنا عن القيامه بس هناخد النهارده زاويه عليها جدل كتير وما زال عليها النقاش مفتوح هي الشك في يقين وحقيقيه تاريخيه المسيح يسوع ربنا هل فعلا هذا الحدث حدث حقيقي وتاريخي حدث بالفعل ولا هو يوم كان فيه شكوك او فتره كانت فيها هلوسه هنشوف دلوقتي الكلام ده كله ولا كان فيه فعلا شخص حقيقي دخل القبر ملفوف متكفن مات وقام في اليوم الثالث كما قالت الكتب ده اللي هنشوفه النهارده مع الدكتور أشرف عزمي. أهلا وسهلا بيك بيتر، برحب بك وبرحب كمان بكل الإخوة المشاهدين في كل مكان. أمين. بس أنا حابب أقول للمخرج بتاعنا كان عندي بس صوت كده في الودني، فكويس إنه شاله. قبل ما نتكلم. عندنا حقائق مهمة طبعاً مرتبطة بقيامة المسيح. ودائماً السؤال اللي بيسألوا المشككين في القيامة إنه قيامة المسيح إيش عرفكم أنها حقيقة تاريخية؟ ممكن يكون التلاميذ تهيأوا، ممكن يكون التلاميذ اخترعوها، هل هو حدث تاريخي فعلا ولا مجرد قيامه المسيح دي قيامه روحيه لكنها مش تاريخيه؟ يعني عشان نبقى واضحين قوي يا سيس النهارده في البرنامج ونكون بنتكلم الكلام الحقيقي اللي بيتقال فعلا م. من الناحية التانية أو الصف المعارض أو الصف مش المعارض للإعتراض المشكك أنه مش قابل الفكرة أنه شخص يطلع من القبر واقف ويمشي م. ويقول أنا قمت من الأموات والفكرة نفسها يعني ما تكونش خلينا نتكلم بصراحة يعني ما نكونش بن بنستعرض ايات الكتاب المقدس اللي كلنا حافظينها اللي بتاكد ان يسوع قام كلنا نؤمن بده بس النهارده عايزين نخاطب شويه الاسئله اللي في الصف الثاني اللي هي بتتكلم عن يعني ايه دليلكم على ده؟ آه مين قال اصلا انه دخل القبر ده؟ آه الناس دي كانت بتحب يسوع اللي حواليه دول فكانوا مصدقوا اي حاجه آه كلام كثير هلوسه آه كانوا خايفين من اليهود فقفلوا على نفسهم زي ما الكتاب بيقول يعني في اتهامات كتيره جدا طبعاً وكلها طبعاً لازم تحترم ولازم كلها تتناقش طبعا يعني باحترام مش مش بتقليل لا 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 احنا بنناقش الفكر بالفكر فده ده شيء كويس قوي لكن حابب اقول انه في بدايه الحلقه انه فعلا من اكثر الحقائق التاريخيه الموثقه كويس في الكتاب المقدس هي صلب المسيح وقيامه المسيح من أكثر الحقائق التاريخية. فلو جيت مثلا لحقيقة قيامة المسيح، حقيقة قيامة المسيح ارتبطت بأكثر من حقيقة. تمام هتكلم عن ثلاث حقائق مرتبطين بقيامة المسيح وهناقش كل حقيقة من الحقائق دي ونحاول إن احنا نوصل إلى يعني إجابة لسؤال المشككين في قيامة المسيح. الحقيقة الأولى بتقول لنا إيه؟ الحقيقه الاولى بتقول انه عندنا مشكله ايه هي المشكله مشكله القبر الفارغ ما لازم نحل المعضله دي كويس اذا وجد قبر فارغ يبقى ليه وجد قبر فارغ اي واحد بيموت بيوضع في القبر وعظامه بتبقى في القبر والناس بتروح لل... للقبر تزوره لكن قبر المسيح هو القبر الوحيد اللي يعني البعض بيضحك بيقول يعني زي زي جوك لكنه لكنها حقيقه انه يوم ما سمعان اعطى القبر واخد المسيح عشان يضعه في قبره انه زوجته قالت له ازاي ده قبر العيله ما ينفعش ده احنا عاملينه مخصوص علشان العيله لو حد مات من العيله يبقى يدفن في القبر ده لا ما تخافيش انا بس مأجره ثلاث ايام <تصفيق> ف... <تصفيق> ف... فالمسيح قعد في القبر ده ثلاث ايام لكن هي مشكله القبر الفارغ لازم انا كمؤمن انا عندي الحل ليها لكن المشككين لازم يجدوا حل لمعضله القبر الفارغ لماذا قبر يسوع وجد فارغا ده السؤال الحقيقه الثانيه والمهمه برضو حياه ثانيه أنه تلاميذ المسيح اختبروا وتقابلوا مع يسوع المقابل ظهورات المسيح عندنا برضو الكتاب بيكلمني على, على الأقل عشر ظهورات مسجلين كويس وفي زهورة منهم لأكثر من خمسمائة أخ يعني, يعني لو حبيت أكلم عن الإخوة اللي شافوا المسيح يعني هقول أنه ممكن يكونوا خمسمية والتلاميذ 11 وبطرس 12 يبقى انا عندي 512 زهوره ليه ليه للرب يسوع. طيب الظهورات دي بقى نحلها ازاي؟ يعني لو اثنين شافوه ولا ثلاثة؟ بالظبط كفاية. أنا بسأل الأسئلة دي للمشككين آه. لأنه لازم يجاوبوا عليها. آه. يعني حضرتك بتقول خمس... اكتر من 500 بالتلاميذ. بالظبط. إحنا بنقول لو ثلاثة أو أربعة شافوا شخص بتبقى يعني لا ده إحنا شفناه أي حقيقة أو أي شهادة بتقوم على, على فم شاهدين. تقريباً. يعني بالزبط. شاهدين أو ثلاثة. فأنت عندك هنا الحقيقة دي موثقة. م. الحقيقة الثالثة بقى والمهمة نتيجة لوعظ التلاميذ عن قيامة المسيح، انتشرت آه. المسيحية. طب ايه السر؟ ازاي؟ يعني لو لو هو لو هي هنتكلم عن جزء لو هي كذبة أو هلوسة أو خدعة مش ممكن أبدًا يعني انتشار المسيحية حتى لحد النهاردة مؤسس على موت المسيح وقيامة المسيح لأنه قلب الإنجيل أن المسيح مات بحسب الكتب ودفن وأن المسيح قام بحسب الكتب وظهر، يعني دول الأربع حقائق المسيح مات بحسب الكتب وبرهان موته انه دفن والمسيح قام بحسب الكتب وبرهان قيامته انه قام من بين الاموات ظهر لكثيرين فإزاي انه المسيحيه تبنى وتؤسس وتنتشر على حقيقه كون المسيح صلب وقام يبقى لازم ليها سر تاني هناخد بقى نقطه نقطه حقيقه القبر الفارغ حقيقه القبر الفارغ عندنا حقيقة لا يمكن أبدا أنه أي دارس للموضوع ده أنه يخفلها وهي أنه القبر الذي وضع فيه الرب يسوع المسيح وجد فارغا وجد فارغا فال... لما بنقرأ النص الكتابي وده من إنجيل يوحنا أصحاح 20 وفي عدد واحد إلى إلى ستة كويس يقول لنا إيه النص الكتابي في أول الأسبوع جاءت مريم المجدليه الى القبر باكرا والظلام باقي فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر فركضت وجاءت الى سمعان بطرس والى التلميذ الاخر الذي كان يسوع يحبه ويوحنا الحبيب وقالت لهما اخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم اين وضعوا ده تفسيرها الاولاني لانه التلاميذ نفسهم ما كانوش مؤمنين بالقيامه. التلاميذ سمعوا عن القيامه الرب يسوع كلمهم انه هيصلب كلمهم انه هيتالم كلمهم انه هو هيجلد وكلمهم ايضا انه في اليوم الثالث يقوم زي ما اتكلمنا الاسابيع الاسبوع الفاضي الماضي هي كانت تقصد مين اللي اخذوه اي حد اخذوه أخذو يا اما اليهود خدوه يا اما العسكر ولسنا نعلم بالزبط. اين وضعوه تقصد يا اما اليهود اخذوه يا اما العسكر اخذوه لكنه مش موجود حقيقه انه مش موجود في القبر وهي بتتكلم على على اللي مش عارفاه وهي بتتكلم على اللي مش عارفاه كويس؟ آه. لو كان الوضع وقف لحد هنا وما كملش الباقي كنا نقول اه يبقى حد خد الجسد. لكن هنا فخرج بطرس والتلميذ الاخر واتي الى القبر وكان الاثنان يركضان معا فسبق التلميذ الاخر بطرس وجاء اولا القبر وانحنى فنظر الاكفان موضوعه ولكنه لم يدخل ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الاكفان موضوعه يبقى الاكفان اتلف اتفكت والمنديل الذي كان على راسه موضوعا على مع الاكفان بل ملفوفا في موضع اخر يعني المنديل موجود في حته والاكفان موجوده في حته اوكي جسد المسيح مش موجود الجسد مش موجود ده في اليوم الثالث في اول الاسبوع يوم الاحد صباحا عند الفجر صباحا قبل الفجر صباحا مريم وبطرس ويوحنا اكتشفوا ان القبر فارغ وانه الاكفان ما هو اللي هتشيل جثه هتشيلها بأكفانها كويس الاكفان مش موجوده وكانه شخص او هو نفس الشخص فك ال ال الراس كويس فك اللي ال ال كان موضوع على الراس وحطه على جنب وبعدين بدا يفك ايه؟ الباقي وحطه على جنب بس الجسد نفسه مش موجود. دي الحقيقة، الحقيقة دي بقى ازاي نفسرها؟ كويس؟ وده اللي أنا بسأله للمشككين، كيف نفسر حقيقة وجود قبر يسوع فارغًا من جسده؟ كويس؟ الحقيقة أه، دي ما هي الأدلة على أن القبر الذي دفن فيه يسوع وجد فارغًا؟ ادينا بعض الأدلة، ما أنت ممكن تقول لي يا عم ده كله كلام أنا ما بصدقش الكلام ده. الدين ادله على انه ده ممكن تكون مريم المجدليه ويوحنا وبطرس ما دول حبايب المسيح ممكن يكونوا هم اللي الفوا القصه دي كويس وممكن يكونوا هم اللي كتبوا دي لكن القبر ما فيش ادله عندك على ان القبر فارغ اول حاجه حاجه اقول لك انه القبر فارغ ليه لانه اول دليل انه التلاميذ لما وعظوا عن قيامه المسيح وعظوا عن قيامه المسيح فين في مدينه اورشليم في نفس المدينه اللي تصلب. يوم الخمسين 50 كانوا فين؟ كانوا في اورشليم. الناس اللي س... الناس اللي قالت اسلوبه اسلوبه موجوده. القاده وقيافه وبيلاطس وكل القاده اللي حكموا على المسيح موجودين. كل اعداء المسيح موجودين. يعني من باب اولى كانوا يروحوا بدينه تانية انا النهارده جيت قلت لك بقول لك انه المسيح اللي اتصلب ها؟ المسيح اللي اتصلب آآ 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 اول امبارح مش موجود في القبر قبره قام من القبر اول حاجه تعملها ايه تاخدني القبر تقول لي ما القبر اهو وادي جسده اهو بالظبط صح ولا لا كان ممكن كل الوعظ بتاع التلاميذ ده يتدمر لو قالوا لهم انتوا كذابين القبر موجود وجسده موجود والدليل اهو والدليل اهو انما التلاميذ وعظوا في نفس المدينه اللي المسيح صلب ودفن فيها مم. وكأنهم بيتكلموا عن جراءة ثقة إنه المسيح قام من بين الأموات مم. وكأنك ممكن تيجي تقول له يا عم انت الكلام ده ازاي ما هو قبره موجود اهو لو قلت له كده ورحت وريته كده كان الموضوع انتهى ما هو القبر اه موجود بالظبط لانه قبر يعني مش موجود. الجسد مش موجود أه. فالفكره انه التلاميذ وعظوا عن قيامه يسوع في نفس المدينه التي صلب ودفن فيه اي مدينه أورشليم فقد نادوا بقيامه المسيح في حضور كل من اشترك في موت ودفن يسوع وده دليل على انه القبر فارغ ما هو لو هي بقى بنوعظ من من قلب المكان بالظبط لو هي لو هي مش حقيقه ما اقدرش اعملها حمان. لو هي مش حقيقه عارف اعمل ايه اروح مثلا 70 80 ميل ولا 100 ميل ولا مدينه اخرى ما ما يعرفوش حاجه واقول براحتي ايوه <applause> صح اقول براحتي يسمعوا زي اللي بيقعد كده مع ناس بعيد يفتي عنه. يفتي ايوه اه أصلًا انا طلعت فوق الشجره عملت سويت حد شافك آه. حد كان معاك في دليل آه، يعني زي, زي زي زي, يعني زي محمد قالوا له ادونا ادونا لهم القمر اتشق ما آه، <applause> هتجيبوا ازاي ده لكن القبر موجود آه. يعني يعني القبر موجود لا حتى كمان كل الاديان وكل الغير دينيين حتى يعترفوا انه الـ 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 كل الانبياء ماتت وكل الرسل ماتت وكله اندفن وكله في في التراب الا شخص واحد بس ما هو دي بقى دي النقطه الثانيه اليهود المقاومين للايمان ذكروا حقيقه القبر الفارغ اليهود ذكروا ان القبر فارغ طيب بص بقى هنا اس قوم من الحراس الحراس دول لما بتديهم مسؤوليه تركهم للمسؤوليه او اهمالهم في المسؤوليه بحسب القانون الروماني بيعني موتهم طبعا كويس اذ من الحراس جاؤوا للمدينه واخبروا رؤساء الكهنه بكل مكان ايه بقى اللي مكان لقيوا الحجر مدحرج وانه ظهر ملاك كويس وانه هم من الخوف وقعوا فاجتمعوا فش هنا رؤساء الكهنه فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا ما هم لازم يجدوا مخرج للمصيبه اللي هم فيها لانه عدم وجود الجسد ده مصيبة ليه؟ لأنه هم حراس للجسد كويس؟ ده معناه أن أنت أهملت في مسؤوليتك وتتحاكم فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة الشيوخ علشان يعني يداروا الموضوع كويس؟ أعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين قولوا أن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام التلاميذ دول صيادين السمك اللي لما راحوا عند يعني اللي لما المسيح اتقبض عليه هربوا دول بقى جات لهم الجراءة كده مرة واحدة وراحوا عند العسكر الرومان وهم حارسين القبر ضربوهم وأيدوهم وجموا وسرقوا ايه يعني يعني انت إيه بتتكلم على ايه يعني يعني إيه؟ اذا كان اللي غلابه زي اذا كان اللي بيتكلم مجنون يبقى لسامع ايه عاقل يعني فين دون وإذ سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه يعني أول ما الوالي يسمع كده كويس إحنا هنروح بقى ونستعطفه إحنا نقف معاكم ونستعطفه ونجعلكم مطمئنين فأخذوا الفضة وفعلوا يعني هو الحراس وجدوا القبر فارغ وجم يشهدوا عن أن القبر فارغ ويشهدوا على أنه الجسد مش موجود ويشهدوا على أنه في شيء عجيب حصل دي شهادة هم شهادة الحراس كويس على ان القبر فارغ تمام انجيل مرقس الذي يعتبر اول انجيل اعتمد في كتابته على مصدر اصل اخر يعود الى سنه 7 ميلاديه يعني في قيامه المسيح لما كتبها مرقس ما كتبهاش بعد أربعين 50 سنه م. كويس ده كتابها شهود العيان موجودين والاحداث موجوده وكل حاجه ستيل فريش كل شيء وهذا يؤكد تاريخيه القيامه حاجه تانية القبر الفارغ مبني على مصداقيه دفن يسوع فيسوع دفن في قبر يوسف الرامي سوري يوسف الرامي مش أنا سم... قلت سمعين. هو يوسف الرامي وهو واحد من أعضاء مجمع السنهدريم الهيئة القضائية الدينية العليا في ذلك الوقت يعني يعني الأبر معروف م. ويوسف الرامي عارف مكانه فين ويوسف الرامي ده حافر القبر ده ليه ولعيلته نيجي بقى قبر يسوع ما زال موجودا الان ويزوره الملايين منذ القرن الاول واساس زيارتهم له مش انه المسيح فيه، اساس زيارتهم ليه انه المسيح مش موجود. يعني يعني القبر الوحيد اللي الناس بتزوره وصاحبه مش موجود فيه هو قبر المسيح. يعني يعني قبر المسيح الناس بتشوفه لانه المسيح مش موجود فيه. وده من القرن الاول، اول من اكتشف القبر الفارغ هم النساء. وطبعا يعني آآ آآ لان المجتمع لا يعتمد بشهاده النساء فهذا يؤكد حقيقه الحدث ولا ينفي يعني يعني حقيقه الحدث نفسه يؤكدها انه النساء شهدت جميل كل دي دلائل جميله جدا عندنا م. ست دلائل حضرتك ذكرت ست دلائل على ان الامر كان فارغ اللي دفن فيه يسوع وجد فارغا احنا ما قدمناش لسه الحلول اه ايه ايه اللي خلى اللي... القبر فارغ انا عايز اروح للنقطه انا بقول الحقيقة انه القبر كان فارغ دي دلائل بتؤكد انه الحقيقه انه القبر كان فارغ تاريخيه فراغ القبر واللي هيعترف إنو... بواحده من الست حقائق دول ممكن ما يعترفش بالثانيه بس في بس على الاقل أدلة, أدلة محدش يقدر يقول لي انه القبر كان فيه وممكن حاجه وممكن تكون في ادله اكتر للي يبحث كمان في النقطه بالزبط. دي بالظبط اكتر من اللي احنا ذكرناها م. بس هناخد نقطه ابعد شويه م. اوكي القبر فارغ وقام من بين الاموات. مش من باب اولى انه يثبت انه قام؟ كويس ويروح كده للناس على الاقل دايرته اصدقائه تلاميذه السيدات اللي هم كانوا بيزورهم في بيوتهم وبيخدم في وسطيهم يروح يقول لهم انا اهو وانا قمت وانا حي من بين الاموات كما قلت ان انا بعد ثلاثة ايام هقوم كويس غالب الموت. هل ده حصل فعلا وده حصل ودي بنسميها ظهورات المسيح المسيح قعد 40 يوم من قيامته الى صعوده 40 يوم 40 يوم كان يظهر فيها كل يوم مش يعني احنا مش بنقول كل يوم لكن عندنا ظهورات كتيره ظهورات كتير جدا يعني خليني مثلا اقول لك انه كورنثوس الاولى بيعتبر كورنثوس الاولى واصحاح 15 يعتبر زي قانون إيمان قبل وجود قوانين الإيمان م. يعني كانت كنيسة ترنمه يعني حتى مثلاً بيعتبروا إنه إنه آه فيليب 2 آه ستة كان جزء من قانون إيمان إنه أخلى نفسه سوره صورة عبد كلوسي إصحاح واحد إنه آه آه اللي هو به وله و و و و و و ومنه, ومنه الأشياء. كل الأشياء وهو رأس الكنيسة ده كان برضو جزء من قانون الإيمان كورنثوس الأولى عن قيامة المسيح كان أيضا جزء من قانون الإيمان أقدم قانون إيمان كان المؤمنين بالمسيح يرددونه ويرنمونه هو كرونسوس الأولى 15 كويس يقول إيه فإنني سلمت إليكم في الأول ده بولس الرسول ده بقى ده ده التسليم التسليم الرسولي هنا ليس تقاليد تسليم الرسول هو ايمان حقائق ايمانيه، كويس؟ فانني سلمت اليكم في الاول ما قبلت انا ايضا. هو قبل بولس الرسول هذه الحقيقه، مش بس قبلها من التلاميذ، لا ده قبلها من الرب نفسه اللي ظهر له واكد له ودعاه وغيره، كويس؟ ان المسيح مات من اجل خطايانا. حسب ايه؟ الكتب حسب الكتب حلو قوي النقطه دي مهمه جدا هنا يبقى اول يعني حقيقه يعني الاناجيل مش كده الاناجيل بالظبط العهد القديم يبقى اول حقيقه ان المسيح مات صح دي اول حقيقه وانه ايه دفن الحقيقه الثانيه دفن ايه اللي ياكد لك ان المسيح مات ما ممكن يبقى اغمى عليه ممكن يبقى مثلا سرق من كتر الألم والتعب. كويس؟ ممكن لكنه انه يتشال مم... لا يعني... يعني لا يعني اهو مات آه. اه بس ان هو يتشال من على الصليب م. م? ويتحط في القبر يدفن ويتلف بالشاش والأكفان ويتحط في القبر كويس؟ اللي عمله كده اللي عمله كده مش ممكن يعملوه إلا إذا كان إيه؟ مفيش فيش حي هيتكفن يعني ما فدليل دليل موته انه دفن موت المسيح موت حقيقي وليس تمثيلية في في ناس كتير دخلت القبر وكان كشف الدكتور مش دقيق وما تاكدش الدكتور في النهايه انه فعلا فرقته الحياه وبيدخل القبر وبيكتشف جوه القبر بيفوق من الغيبوبه اللي هو فيها او كده، فبيكتشف انه هو حي، بس وهو بيكتشف انه هو حي يلاقي نفسه في اوضه مظلمه كئيبه من الظلام، فالصدمه تخضه فيموت. كويس ده دا ده دا دا ممكن اقبل دون حصلت مع ممثل أوكي. مصري قبل كده. آه. ممكن اقبل دون لو لو المسيح كان مات موته طبيعيه. يعني بصحته وبعدين حصل له غيبوبة ممكن لما يرجع بعد كام ساعة من الغيبوبة دي يبقى مازال بإيه؟ بصحته؟ مازال بصحته إنما المسيح لما تشوف العذاب اللي مر فيه المسيح وتشوف الألام اللي مر فيها وتشوف كمية الدماء اللي سالت وتشوف كمية التعذيب اللي اتعذبه وتشوف المسامير اللي اتدقت في رجله وفي ايده. وتشوف الضربه اللي في الحرب الحربه اللي اتطعن بيها. مش ممكن مش ممكن واحد تو سرفايف الاشياء دي. اكيد. كويس؟ يعني يعني ما دي الفكره انه اه هو لما دخل القبر البعض بيقول كده انه هو لما دخل القبر القبر كان يعني مش مكيف بس رطب. عارف مكان كده في, في الصخر رطب وحلو. فاسترد صحته وزق الحجر ده بجد. صدقني اه يعني وراح زق الحجر ها ولما زق الحجر طب زق يعني زقه ازاي بالحجر ازاي وهو كميه الدماء كميه الدماء وكميه الالام اللي اللي مر فيها ازاي ده ناخد مكالمه صديق البرنامج الاخ زيتوني اهلا بيك اخ زيتوني اتفضل سلام دكتور عزمي اهلا اخ زيتوني عبد معك دكتور عزمي اهلا وسهلا بحضرتك وبيك عايش بالله دكتور عزمي في مكه ونحن نوضح بان المسيح بالله لا تقاتل دائما تقاتلونني صدقني <applause> <وانا أشكره تصفيق> يا فأنت... يا اخ زيتوني يعني انا مش هقاطعك بس انت عشان وقت البرنامج قول لي النقطة بوضوح وسؤالك بوضوح. أنت <applause> تتكلم عن موت المسيح وقيامة المسيح. أيوه. وأنا دائماً استشهد دائماً استشهد من الكتاب المقدس. طيب. وقد استشهدت من رسالة العبرانيين الإصحاح الخامس والآية السابعة ولم تجبني يا دكتور أنا جاوبتك يا أخ زيتوني. نعم. أنا, أنا جاوبتك على الآية دي صح؟ لا لا لس يب... لس أنت آ... عدم آ... عدم أوكي عدم آ... عدم قبولك آ... عدم قبولك للإجابة لا يعني ان انا ما جاوبتكش قلت لك ااا الوضع ثم معناته عقد كما شاهد الدكتور عز الدين طيب مع تفضل الاهترام. هو أنا في في متى في متى جلسه ال 12 و لا 33 اذن متى تكون باذن اجاب حينئذ أجاب قوم من الكذب الفرنسي قائلين ماذا قال ماذا ماذا قالوا ليسوع يا معلم نريد أن نرى منك آية أيوه أجاب وقال لهم وأنت تعم قولون اخي أخ... اخ زيتوني اوكي انت انت تدخل في أكثر من موضوع خلينا في الموضوع اللي حضرتك اتكلمت فيه اولا وهو الصلب والقيامه ها أه؟ موضوع الصلب والقيامه طيب انا هرد عليك حاضر ماشي هرد عليك يا اخ زيتوني هاخد طيب. الوقت دون، طيب في هرد على حضرتك واتمنى ان انت يعني تكون سمعني الى الى النهايه طيب. اولا انا انا مره ثانيه يعني بنبسط باتصالاتك وبنبسط ان انت يعني باحث سواء في بتقرا الكتاب المقدس او في مقارنه الاديان وده شيء كويس قوي خلينا نتكلم من منطلق الكتاب المقدس ها لانه من منطلق القرآن ومن منطلق العقيدة الإسلامية أعتقد أن الموضوع قتل بحثا من خلال الأخ رشيد وكان أبونا زكريا والأخ وحيد والأخت أماني يعني دول فيهم الكفاية يتناولوا هذا الموضوع من وجهة النظر الإسلامية ويردوا عليها لكن خلينا أرد عليك من حيث النص اللي انت طرحته وهو إنجيل متى وأصحاح 12 وعدد 38 حضرتك بتقول حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفرسين قائلين يا معلم نريد أن نرى منك آية فأجاب وقال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي كنت أنت حضرتك بتقول إنه إزاي الكتاب المقدس بيوصف المسيح وبيخلي المسيح يقول الكلام دوت إنه المسيح بيوصف الكتبة والفرسين والجيل دون انه جيل شرير وفاصل. وفي نفس الوقت بيقول انه من قال لاخيه بالظبط يا, يا احمق استوكب. ازاي يسوع يقول الكلام ده؟ فحضرتك بتقول كان كان بالاولى انه يصنع لهم ايه. م. ده الكلام اللي اتقال. اوكي. حضرتك ما قريتش قبل كده. انا عارف ان انت قريت بس انت اهملت قبل كده. قبل كده في نفس الاصحاح يا اخ زيتوني. كويس؟ في نفس الاصحاح الرب يسوع كان يعني في عدد 22 حينئذ أحضر إليه مجنون وأعمى وأخرس فشفاه يبقى دي عمل معهم إيه؟ معجزات رب يسوع كان بيصنع معجزات وهنا الكتبة والفرسين قالوا للرب يسوع إيه؟ قالوا له أنه هذا على المسيح يخرج الشياطين إلا هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعل زبول رئيس الشياطين يعني اول لما شافوا ان الرب يسوع بيخرج الشياطين وانه الاعمى بيتكلم والاخرس الاعمى بيبصر والاخرس بيتكلم بدل ما يمجدوا الله وبدل ما يقولوا انه قام في وسطنا فعلا يسوع المسيح صانع المعجزات وبدل ما هذه المعجزات التي كان يسوع يصنعها تقربهم للرب عملوا ايه؟ جدفوا جدفوا على المسيح وعلى الروح القدس وقالوا له انت مش بتصنع المعجزات بقوه الله لا ده انت بتصنعها بقوه الشيطان كويس فهنا الرب يسوع قال لهم ايه فعلم يسوع افكارهم وقال لهم كل مملكه منقسمه على ذاتها تخرب وكل مدينه او بيت منقسم على ذاته لا يثبت واتكلم بعد كده الرب يسوع انه مش ممكن ابدا ان كنت انا بصنع هذه الايات وسطيكم فقد اقبل عليكم ملكوت الله لكن رفضوا. كانوا رافضين. رافضين المعجزات والايات اللي بيعملها الرب يسوع، وجم بقى قالوا له في نفس الاصحاح يا اخ زيتوني. يعني اللي حضرتك في نفس الاصحاح الرب يسوع قال لهم ايه؟ قال لهم ده مش بس قال لهم جيل شرير وفاصل. انا عايز اقول لك انه قال لهم اكتر من كده في عدد 43 34 يا اولاد الافاعي. كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم الإنسان الصالح من الكنز الصالح من القلب يخرج الصالحات والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور ورب يسوع هنا هو قيم حالتهم إنه إذا الشجرة الردية بتخرج ثمر ردي فما بالكم أنتم أنتم أردياء لكن بتحاولوا أن أنتم تظهروا أن أنتم صالحين وده زي الافعى اللي بتغير جلدها الافعى اللي بتغير جلدها هنا قال لهم قالوا له طب ادينا ايه طب ما انا صانع معاكم ايات كان يقول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم ابليس هنا طلبوا منه لا ورينا ايه ورينا معجزه بقى كبيره قال لهم لا تعطى لكم ايه الا ايه يونان النبي ايه زي ما يونان كان في بطن الحوت ثلاثة ايام هكذا يكون ابن الانسان في بطن الارض ثلاثة ايام وهنا لما يقول هكذا او مثل يعني هنا زي ما قال الرب يسوع انه كما كلمه كما لا تعني انه بالضبط كما حدث مع يونان هيحدث مع المسيح لكن الرب يسوع المثل التشبيه او المقارنه اوقات بيبقى فيها عنصر او اتنين او اكثر المقارنه هنا انه زي ما كان ثلاث ايام في بطن الحوت هكذا يكون ابن الانسان في الارض ثلاث ايام، هو لا يتكلم على يونان كان حي ولا كان ميت، هو بيتكلم عن انه حقيقه انه المسيح هيكون في بطن الارض ثلاث ايام. فدي دي دي ده, ده ده هدف المقارنه اللي بيقول له الرب يسوع. وده الغرض من المقارنة انه زي ما كان في ثلاثة ايام هيكون ايضا ثلاثة ايام في بطن الارض لكنه المسيح مختلف عن يونان ما تقدرش تاخد كل جزء من حياة يونان وتقول المسيح زي يونان يونان كان عاصي يونان هرب من وجه الرب يونان وقع في بطن الحوت لنتيجة أنه كان خاطي وكان هربان من الله كعقاب لي وليس كمكافأة له المسيح لا تقدرش تقارنه بالصبت زي يونان المسيح هنا بياخد جزء واحد من حياة يونان وهو الثلاث أيام اللي قضاهم كويس هيقضي الرب يسوع زيهم ثلاث أيام في بطن الأرض والمسيح اتكلم عن موته ما تقدرش تقرا انجيل متى انا معرفش ازاي انت بتقرا انجيل متى وتقرا انه المسيح قال انه يموت انه يتالم انه ينبغي ان ابن الانسان يذهب الى اورشليم ويصلب ويموت مرات ومرات ومرات موجوده في انجيل يوحنا وانجيل متى وانجيل مرقس وانجيل لوقا مرات ومرات فالموت حقيقه اتكلم عنها المسيح لكن حضرتك بتاخد ايه من مجرد تشبيه الرب يسوع او مثل او مقارنه الرب يسوع بيصنعها بينه وبين يونان وتقول لي وتنفي كل الايات الاخرى اللي بتتكلم عن موته واللي اتكلم هو فيها عن موته وتقول لي المسيح لم يمت. ليه؟ لانك عايز تثبت الروايه القرانيه. ده الغرض. وانا بقول لك ان انت في مشكله. لانه اذا كنت انت جيت بعد المسيح ب 600 سنه وبتنفي حقيقه موت المسيح يبقى انت اللي عندك مشكله لازم تثبت مصداقيه اللي عندك مش انا اللي عندي مشكله. انت لم تكن شاهد عيان ولا محمد كان شاهد عيان ولا تلاميذ محمد او رسل محمد او اتباع محمد كانوا كانوا شهود عيان ولا اي حد في العربيه كان شاهد عيان انت بترفض شهود العيان وشهاده شهود العيان وبتيجي بعد 600 سنه تقول لي ما صلبش ما ماتش وتقول لي هو ده الصح. انت عندك مشكله لازم تواجهها مشكلتك انك لازم تثبت لي مش من القران لانه قالش غير اي واحده تثبت لي انه المسيح فعلا لم لا لم يموت تاريخيا من الوثائق اليونانيه او اليهوديه او الرومانيه القديمه من الكتب اللي اتكتبت ايام المسيح اثبت لي انه المسيح لم يموت دي المعضله بتاعتك الجزء الثاني معلش بيتر هاخد الجزء الثاني وقلنا انه الايه اللي موجوده في عبرانيين واصحاح اه الايه اللي موجوده في عبرانيين وفي اصحاح آه خمسه وفي عدد سبعه بيقول ايه؟ يقول الذي في ايام جسده اذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت وسمع له من اجل تقواه اي تفسير مسيحي من اول بدايه المسيحيه لحد النهارده لما بيجي الفصل الايه دي يقول وسمع من اجل تقواها مش معناها انه انقذه من الموت انه ما ماتش لا ده اقامه من بين الاموات ده كلمه سمع له من اجل تقواها سمع له من اجل تقواها انه انه تحققت النبوه القديمه انه لن تجع تدع تقيك يرى فسادا دي ده اللي معناه وفي اللغه اليونانيه في 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 اداتين بيترجموا من في واحده بنسميها ان باليوناني في واحده اكس اللي هي جايه منها كلمه اكسدوس اوت اوف كويس لما تيجي هنا سمع فسمع له القادر ان ينقذه من الموت انه اكس ديث او انه انه يخرجه من الموت يخرجه من حاله الموت وليس انه ينقذه من الموت وهي ده ده معناها فاي تفسير حتى من اباء الكنيسه الاولين قبل ظهور الاسلام بمئات السنين اي تفسير لاباء الكنيسه هتجيبه هيقول لك انه سمع له من اجل تقواه انه اقامه من بين الاموات وليس معناها انه حماه من الموت لا لا اقامه من الموت لانه كان لابد ان المسيح يموت لانه جاء لكي يموت لكي ما يكون لعنة زي ما حضرتك قلت أنه يحمل اللعنة لعنة الخطية نيابة عني وعنك يكون نائبا يكون نائبا عني وعنك يحمل خطيانا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا علشان وقت البرنامج انا عارف انه لا انا يهمني ان انا اكون بجاوب الاخ زيتون طبعًا. لان انا طبعًا. يعني صديق للبرنامج واحنا بنحبه جدا وبنحب مداخلاته واسئلته واسئله كل اللي عنده اي سؤال في اي موضوع حتى لو مش موضوع الحلقه بنرحب بيه لانه عندنا وصيه بتقول كونوا مستعدين لمجاوبه كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم عمية. فإحنا جوانا رجاء احنا عارفين انه هذه الفتره هي فتره الام وفتره صليب مع المسيح الى ان نكلل معه في المجد أه، ودورنا ان احنا نعرف كل متسائل لكن نروح بسرعه في العشر زهورات اللي حضرتك أوكي. ذكرتهم شور. في عشر زهورات بعد الكتاب آه، آه، المقدس سجل لنا زهورات المسيح يعني. واذا كان المسيح ما قامش ازاي يبقى زهورات يعني يعني آه حتى النهارده عايز اقول انه انه حتى النهاردة المسيح بيظهر يعني لكن خلينا نتكلم عن الزهورات المسجله في كلمه الرب، كويس؟ اول حاجه ظهر لمريم المجدليه زي ما احنا قرينا. ثاني ظهور ظهوره لنسوة لنسوة اخريات في ماده 28. ثالث واحد ظهوره لتلميذي عمواس في الطريق الى تلميذي عمواس. رابع واحد ظهور لبطرس في لوقا 24. خامس واحد ظهوره ليعقوب وحده، كورنثوس الاولى 15 وعدد 7. ستة ظهوره للتلاميذ بدون توما، لما ظهر ليهم ما كانش توما موجود. آه. وبعدين بعدها باسبوع ظهر للتلاميذ مع توما. وظهر عند بحيرة طبرية يوم ما قعد معاهم وعمل لهم سمك مشوي وكلم معاهم. وظهر ل 500 اخ زي ما بيقول الرسول بولس في كورنثوس الأولى 15 وعدد ستة. وظهوره للتلاميذ قبل صعوده على جبل الصعود. وطبعا في كمان ممكن نضيف بولس الرسول ظهوره لبولس الرسول واخر الكل واخر الكل ظهر لي انا كانه لسكت فدي ظهورات المسيح اه فالتلاميذ شافوه بس في بعض الظهورات دي اقاويل انه ده كذب كويس ده الواسع عندهم ما انت لازم بقى دلوقتي انت في طبعا بتقول حقائق اوكي انه انه انا هقول مثلا هتيجي الواحد تقول له المسيح ظهر كويس هيقول لك ايه؟ هيقول لك اه عندك ثلاث احتمالات م. انا بحطهم ثلاث احتمالات زي كده اه ظهورات المسيح تحتمل ثلاث تفسيرات كذبه كذبه ما مش حقيقه ممكن على طول تقفل الباب وتقول له ده كذب انا ايه ما اقدرش اقبل الكذب ده مع انك ما عندكش دليل بس ممكن تنزل التلاميذ على انهم كذابين الحاجه الثانيه هلوسه التلاميذ كلهم خدوا حبوب تلوسه هلوسه <applause> كويس فدي هلوسه hallucinations آه زي ما بيقولوا الجعان ال بيحلم برغيف الخبز فهم من محبتهم للمسيح م? مش قادرين يقبلوا مش قادرين يقبلوا ان المسيح مات فعايشين في وضع هلوسه زي زي ما يكون في او دينايل لل للوضع بس برضه هلوسه انه ظهر ما يعني مش بس ان هم بيرفضوا انه مات لا ده كمان آآ آآ يعني بيهلوسوا بخصوص ظهوره زي مثلا لما بيبقى في حد انتقل اهله مثلا واحد تلاقي واحده من اهله او مم. تفضل كل يوم عايشه على انه ده كان معايا اه اه ده شفته امبارح وجاي من الشغل النهارده وآه. بتدخل بقى في سكه بس هم ما قالوش كده ما, ما انا بقول انا بتكلم على الاحتمالات آه. انا بحط احتمالات مم. انا النهارده بقول لك ان المسيح ظهر لكذا وكذا 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 انت ممكن تقول لي ايه يا عم ده كذب او ممكن تقول لي لا ده دول مهلوسين بيخرفوا وممكن بقى تيجي عند الحقيقه الثالثه تقول ده حقيقه هو ده, ده يعني فخلينا ناخد افتراض افتراض ونحلله كذب الكذبه لو هي لو هي كذبه الكذبه بتقول ايه؟ ان المسيح لم يقم من بعد موته بل ان تلاميذه هم الذين ابتدعوا خبر قيامته ابتدعوا خبر قيامته من بين الاموات لكي يخلدوا ذكراه بقى عايزين هم يخلدوا ذكرى المسيح كويس ويخلدوا وينشروا المبادئ التي نادى بها المسيح فقالوا ان هو ايه؟ حي فالقيامه هنا ليست قيامه بالجسد ليست قيامه تاريخيه ماديه جسديه لكن هي قيامه روحيه قيامه مبادئ كويس فهم اخترعوا الكذبه دي وقالوا انه المسيح آمن بين الاموات طيب لو هي كذبه لو هفترض انها كذبه همشي مع الكذاب الى النهايه لو المسيح فعلا لم يقم من بين الاموات وان دي كذبه. كيف نفسر استشهادهم؟ ما هو ما هو انا وانت اخترعنا كذبه مش احنا صدقنا كذبه في فرق بين انه في فرق ان انا اقبل شيء كويس هو كذب بس اقبله على انه حقيقه واؤمن بيه واموت من اجله وانا مخدوع كويس زي ما كل الاستشهاديين والارهابيين النهارده بيخدعوهم م. يقول لهم مجرد ان انت هتموت هتطلع فوق على وهتلاقي أول. على طول الحريات بتاخدك بالاحضان وال... وكده والخمر, ف... يعني. والخمر ده, ده كله ده كله طبعا هو بيموت هو مقتنع انه ده حق بس دي كذبه ابليس اقنعه ان ده كذب كويس غير لما انا وانت نتفق على كذبه ونيجي عند محك يا اما تموت من اجل كذبتك يا إما إن أنت لا يا جماعة أنا كنت بضحك لا يعني لا ده إحنا مش كده يعني التلاميذ كلهم ماتوا من أجل المسيح، استشهدوا من أجل المسيح. فهل التلاميذ لما دبروا الكذبة دي مفيش واحد فيهم طلع ندل؟ يعني ما هو حتى يعني ما إذا كنا هنتفق على كذبة وبنعرف نكذب ما أكيد إحنا مش كلنا برضو جدعان ممكن يطلع فينا أندال. ما يجي واحد قدام الاستشهاد ويقول لهم يا جماعة لا 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 دي كانت كذبة احنا اخترعنا الكذبة دي وانه ده مش حقيقة وانه المسيح ما قامش وانه كذا 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 صح ولا لا لكن ازاي التلاميذ كلهم يموتوا ازاي من الصعب ان يموت انسان من اجل شيء يعرف وهنا دي النقطة يعرف انه غير حقيقي من الصعب دي 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 حاجة تلاميذ المسيح الانسان دايما يكذب كمان انا بكذب ليه الانسان بيكذب الانسان بيكذب معظم الاسباب نلخصها في سبب واحد اتجنب المشاكل صح انكار الحقيقه اه يعني انا اوجع قلبي ليه اوجع قلبي ليه آه فهضطر اكذب انا بدل ما آه هقول الحق واعاقب لان عملت حاجه هضطر ان انا اكذب علشان ايه اريح دماغي اريح دماغي اتجنب المشاكل تلاميذ المسيح بقولهم ان المسيح قد قام لم يتجنبوا المشاكل بل ازدادت المشاكل <applause> طب لما تزداد المشاكل وهم مخترعين كذبه طب ما يريح دماغك بقى يعني كان المفروض يريح ما تقعدش تتكلم رايح... كتير يسوع ويسوع, ويسوع ما قالوا ويسوع ف ف ف يعني ده كان بيجيب لهم مشاكل جاب لهم مشاكل اتسحلوا اتس... اتسحلوا واتضربوا واتسجنوا وقال لهم ما تتكلموش كده تاني وتحذروا وتهددوا و... وعذبوا سيره الاسم ده هنا بالظبط وجابوا سيرته وكانت محور محور رساله الانجيل اللي بيبشر بها التلاميذ ان المسيح مات وقام يعني ايه اعمال الرسل مات وقام ف ف فاذا كانت السبب بسبب المناداه بصليب وقيامه المسيح تألم كل التلاميذ حتى الموت كل تل كل تلاميذ المسيح ما عدا يوحنا الحبيب استشهدوا وماتوا بسبب ايمانهم بالمسيح خليني اقول لك الطويله دي فضل. متى ذبح في مدينه في اثيوبيا ده تاريخ الكنسي بيقول لنا كده مرقص مات في الاسكندريه بعد ان سحلوه في شوارع المدينه كويس لوقا شنق حتى الموت في اليونان طبعا حضرتك بتذكر الاماكن اللي كل واحد راح عاش فيها ده اه ده التاريخ بالظبط بالظبط فيها واتقتل فيها واتقتل فيها, يوحنا الحبيب بعد ان عزب تم نفيه في جزيره باتموس يعقوب اخو يوحنا قطعت راسه في اورشليم في لوبوس شنق وعلق على عمود في مدينه هيريابوليس ثم رجم بالحجاره وبرث الماوس تم اليو في الزيت الحي كويس أندراوس ربط في صليب وترك ليموت متياس رجم ثم قطعت رأسه برنابا رجم حتى الموت بولس قطعت رأسه في روما توما مات بالسهام في جنوب شرق الهند بطرس صلب ورأسه للأرض في روما السؤال المهم بقى هل مات هؤلاء أجمعين من أجل كذبة اخترعوها؟ ده يبقوا عبط صح. صعب جدا، انا اخترع من دماغي كذبه واموت عشانها. بالظبط. <applause> طب حد يعني... تاني يقول لك لا هم مخدوعين، صدقوا وهم. لا ما هو ما هو الوهم ده هم مين هيصدقوه؟ هيصدقوه ازاي؟ هم اساسا اللي اخترعوها، هم منشئيها. آه. فصعب. انا ممكن ابقى مخدوع لو حد قال لي حاجه وانا مش مش, مش شايفها، لكن ان انا اخترعها واموت من اجلها وانا عارف انها كذبه. طب ما فيش واحد من دول استندل سوري في اللفظ يعني 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 وقال لك, وقال لك لا يا عم انا انا ما كنتش يعني عارف زي ايه؟ العمر مش بعزقها قال يعني. لك انا انا ما كنتش حاسب كده لا يا عم انا كنت فكر انها لعبه لحد هنا لحد هنا وهمشي كفايه بالظبط ولا واحد فيهم ولا واحد فيهم عشان شافوا النموذج والمثال بتاعهم عمل اكتر من كده لانها حقيقه كمان دي حقيقة هم شافوه على الصليب بالظبط شافوه على الصليب وشافوه في القيامة شافوه في القيامة وظهوراته ما بعد القيامة فهم قالوا ايه احنا حياتنا دي بالظبط يعني دي ودي دي الحقيقة ده هو ابن الله شوف بقى الأستاذ العقاد الأستاذ العقاد كلنا يعني نعرف الأستاذ العقاد يمكن أنت سنك صغير بس برضو أكيد تسمع في المدرسة اه يعني الأستاذ العقاد في عبقرية المسيح كويس و صفحة كام؟ صفحة 118 وصفحة 189 كتاب عبقرية المسيح. آه. بيقول ايه الاستاذ العقاد؟ بيقول آه عن رسل المسيح عن صدق رسل المسيح ولكننا نعتقد ان التاريخ الصحيح يابى هذا الاتهام، اتهام انهم كذبين التاريخ الحقيقي يابى ان احنا نصف التلاميذ انهم كذابين، لانه اصعب تصديقا من القول اولئك الدعاة يعني ان انا اقول انهم كذابين يبقى عليا ان انا لو صدقتوا ده اصعب من ان انا اقول انهم حقيقه كويس ابرياء من تعمد الكذب والاختلاق فشتان عمل المؤمن الذي لا يبالي الموت تصديقا لعقيده وده حال التلاميذ المؤمن الذي لا يبالي الموت تصديقا لعقيده وعمل المحتال الذي يكذب ويعلم انه يكذب وانه يدعو الناس الى الاكاذيب مثل هذا لا يقدم على الموت يعني لو واحد بيعمل كده ما يقدرش يقدم على الموت في سبيل عقيدة مدخولة وهو أول من يعلم زيفها وخداعها وهيهات أن يوجد بين الكذب العامدين من يستبسل في نشر دينه يعني لو هو كذاب مش ممكن أبدا يعمل في نشر دينه لأنه يعني عارف أنه كذبة كما استبسل الرسل المسيحيين فإذا 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 كان المؤلف الصادق من يأخذ بأقرب القولين إلى التصديق فأقرب القولين إلى التصديق أن الرسل لم يكذبوا فيما رأوه وفيما قالوا أنهم رأوه أو سمعوا ممن رآه يعني هم ما كذبوش أبدا عندنا مكالمة ألو 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 مرحبا أهلا وسهلا أهل بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك تفضلي سلام المسيح معانا الاخت فوزيه من الدنمارك مظبوط فوزي اي نعم اهلا وسهلا سلام المسيح معاكم والمسيح قام امين حق قام. قام والرب يبارككم وعيد عليكم ان شاء الله كل سنه وبخير يا ربي امين وليكي وفي حياتك عندك سؤال أخت فوزيه الله يخليكم الله يخليكم اشكرك يا رب يا يسوع يعني ظهر لي وخلاني وفرحانه فيه مجدا للرب من 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 2002 لحد هسه وقريب قال لي راح اجي هسه قريب قريب راح يصير حرب راح يجي امين 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 انت عرفت الرب من 2002 يا اختي فهو فا... عيون الناس كلهم يعرفون المسيح هو الرب لا يقعدون يقرون بالكتاب المقدس ويدورون آيات وصعبة ويدور ضد المسيح يمشونها صدقوني المسيح هو الرب أنا ظهر لي من 2002 لحد هسه يظهر لي أمين أمين أخبار جميلة فرحانة بالمسيح بالشارع أمشي وأصيح يا يسوع بالبيت أصيح يا يسوع فرحانة فرحانة بيه أنت عرفت الرب من 2002؟ يعني لؤلؤة لؤلؤة لو لؤلؤة نعمة من الله لنا نزلت علينا لازم واحد يبوس إيده من قدامه ومن وراه يحط على قفته وعلى راسه يعني الرب شلون نزل بإنسان هو يسوع المسيح نشكر رب لاجلك يا اخت فوزيه نشكر رب لاجلك الله يخليكم الرب يبارككم ويبارك القناه ويفتح عيون كل الناس امين يا أختي فوزيه الصبر يجابون يجابون الناس على هالسؤالاتهم امين امين نشكرك يا اخت فوزيه ودايما يسوع قائم في حياتك شكرا يا اخت فوزيه على مداخلتك معانا شفت تأسيس القلب والفرحة. اللي بيختبر قيامه المسيح آه يعني لما يسوع دخل والابواب مغلقه كانوا خايفين وكانت يا. حالتهم صعبه يا. بعد مم. القيامه لكن مكتوب كده انه لما راوا الرب فرح التلاميذ اذ الرب فرح التلاميذ اذ الرب يعني كانت حاله وبقت, وبقت حاله حاله زي ما الاخت فوزيه بتحكي على الحاله ربنا ربنا وبعد ما تقابل يسوع الرب يباركك يا اخت فوزيه امين فكذبه فكره كذبه ننفيها انا بس أنا أنا كان عندي سؤال يعني مش عارف ازاي كلام عباس العقاد عدى كده في مصر بالطريقه دي ده اثبات في مستنيرين كتير في مستنيرين على حاجه القران بيرفضها اه في مستنيرين كتير جدا و ولما بيدرس فعلا الواحد لما بيدرس مجرد من من اقتناعاته بيدرس الحق يوصل الى الحق يعني يعني كتاب من دحرج الحجر مترجم باللغه العربيه آه من دحرج الحجر ده كان محامي انجليزي وكان من ضمن المعارضين والمشككين في قيامه المسيح وقال انا 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 هعمل تحقيق ما انا محامي انا انا هعمل تحقيق وهبحث عن قيامه المسيح في نهايه بحثه كتب لنا من دحرج الحجر اعلن في ايمانه فعلا بكل الحقائق اللي قالها الكتاب المقدس عن قيامه المسيح ففكره انهم كذابين نلغيها دي مش حقيقه الفكره الثانيه بقى الفكره الثانيه ايه؟ هلوسه التلاميذ كانوا مهلوسين طيب في دي في اخلصها دي بسرعه دي دقيقتين ثلاثه بالكثير نكون خدنا التلاميذ لأ... خيل لهم ان المسيح قد قام لكنه المسيح لم يقم اوهام او, أو تهيؤات هلوسه اجي بقى اولا نظريه الهلوسه امام فالتلاميذ ما ينفعش لانهم اكلوا وشربوا ومش مجرد ظهور لهم ده اكلوا وشربوا ولمسناه آآ آآ يعني رأينا رأيناه كلنا معه م. فده كله يسقط نسقط نظرية الهلوسة قدام الحقائق دي حاجة الثانية هما كل التلاميذ وكل اللي رأوا المسيح أصيبوا بهلوسة يعني هل الهلوسة دي مثلا زي الإنفلونزا معدية ولا إنفلونزا الطيور م. مرض, مرض معدي. معدي دي حالة نفسية والحالة النفسية دي مش ممكن تصيب شعب م. يعني مش ممكن تصيب 500 وشوية من الناس يعني تصيب واحد ولا اثنين إنما كلهم دول هلوسة ما ينفعش 500 يعني فنظرية الهلوسة تسقط، الهلوسة والأحلام الهلوسة والأحلام لا تغير الإنسان للأفضل. الهلوسة والأحلام تغير الإنسان للأسوأ. مم. إنما قيامة المسيح غيرت التلاميذ للأفضل. حولت الخوف إلى جراءة، حولت الجبن إلى شجاعة، حولت عدم الكرازة إلى قوة وجسارة في مواجهة كل التحديات، مم. حولتهم إلى أناس أمناء اعطوا حياتهم للنهايه للرب يسوع المسيح قولا وفعلا. فالقيامه كان فيها قوه تغيير، الهلوسه ما فيهاش قوه تغيير. تفشل نظريه الهلوسه في تجديد شاول، طب ازاي نفسر بولس الرسول اتجدد ازاي؟ هل ده حلم؟ يعني حلم كده جدد شاول وحوله من مضطهد للكنيسه بيحاول انه يفنيها الى انه وضع نفسه من اجل المسيح؟ ما ينفعش. فنظريه الهلوسه نظريه لا تستقيم. في تفسيرنا لقيامه المسيح. المسيح قام؟ يس. حقا قام؟ يس. واعتقد ان لينا حلقه ثانيه نكمل فيها ممكن الجزء ممكن تكتب لنا بالسلايد المهم الاخير اللي هو انه تلاميذ المسيح آه. لم يروه في شوف عوض سمعان قال لنا ايه؟ عوض سمعان في كتابه قال حاجة عباره انا مقتبسها يعني قال لنا تلاميذ المسيح لم يروه في مكان مهجور او مظلم بل كانوا يرونه في البيت في بيت اعتادوا الإقامة فيه، وفي طريق الفوا السير عليه، وعند شاطئ بحر كانوا يعرفون كل بقعة منه وفي مكان من الجليل كانوا يترددون بكثرة عليه كما انهم لم يروه فقط في المساء يعني مش بس حتى يظن حتى كان يظن ان بصرهم قد خدعهم بل رأوه ايضا في الصباح، وفي العصر حيث تظهر الامور على حقيقتها الذي لمسناه، الذي رأيناه من جهة الحياة هذا نخبركم به يسوع المسيح مات من أجل خطايانا ودفن، يسوع المسيح قام من أجل تبريرنا وزهر. أمين يا دكتور أشرف، أشكرك أمينة. جدا على كل كلمة الرب باركنا بيها من خلالك النهاردة شكرك. وكل معلومة الرب النهاردة نور بيها أذهاننا وأفادنا كتير. في نهاية الحلقة أحبائنا في كل مكان بشكركم بشكر مدخلاتكم بشكر محبتكم متابعتكم بنرحب بكل تساؤلاتكم في كل مرة فيها بنتقابل معاكم أترككم في رعاية المسيح يسوع القائم من بين الأموات ولكم مني كل الشكر إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة آمين